الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال رحمه الله: وعن النواسد بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. حديث النواس بن سمعان فيه قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، فيها إثبات الإرادة لله جل وعلا. وقد بينا قبل ذلك إرادة الله إرادتان: إرادة كونية إرادة شرعية، والإرادة الكونية ضابطها سرعة، ضابطها حاتم. الإرادة الكونية ضابطان، الإرادة الكونية ضابطان. ضابط الأول أنها واقع على محالة، هذه الإرادة الكونية. إذا قضى الله أمرا لا راد لقضائه بحال من الأحوال سبحانه وجل في علاه. الثانية هي فيما يحب وفيما لا يحب، عام عموم فيما يحب وما لا يحب. والإرادة الشرعية هي ضابطها خصوص فيما يحب الله جل في علاه، وقد تقع وقد لا تقع. نمثل لهذه ونمثل لهذه. لا تمثيل. ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد. هذه الإرادة الإيه؟ الكونية، لأن فيما يحب فيما لا يحب ويقد تقع لا محالة. طيب، في الإرادة الشرعية: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر فيما يحبه خاصة، وقد تفعلون وقد لا تفعلون. مفهوم؟ إذا قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وهذه فيها نسبة الكلام لله جل وعلا. ويتكلم الله بصوت وحرف، وكلم الله موسى تكليما، ومن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والكلام مضاف إلى الله تعالى صفة للموصوف. فيتكلم الله تعالى، نعم يتكلم بصوت وحرف: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال: إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. فيها كما قلنا أن مخلوقات الله جل وعلا لا تتحمل هذه لعظمة ربوبية الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف تجلي الله للجبل جعله إيش؟ دك ما احتمل، والسماوات لا تحتمل رجفة ورعدة شديدة لما تسمع صوت الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ما لا يحتمل، لا، خلق الله عظيم، ربوبية الله جل في علاه. شوف خلق كالسماء عظيم جدا لا يتحمل. قال: أخذت السماوات رجفة، وهذه فيها دلالة أن السماوات أيضا تسبح بحمد الله جل في علاه، وهي كأنها تعقل في ذلك، أخذتها الرجفة والرعدة من صوت الله خوفا من الله عز وجل. وقد يقال المقصود بالسماوات هنا إيه؟ أهل السماوات، من؟ الملائكة. للسياق أنه قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولا, ولا, ولا خلاف بين هذه وتلك. قال: فإذا سمع أهل السماوات صاعقوا أو صعقوا وخروا لله سجدا، ما يعني ما استطاعوا فخروا لله سجدا. هذه أيضا فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا وخضعان الملائكة رضوان الله عليهم. شوف الملائكة بقوة خلقهم ما استطاعوا سماع صوت الله جل وعلا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. هذه فيها دلالة على أن جبريل هو أعظم الملائكة قدرا. قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وهذه فيها دلالة أن جبريل كلمه الله كلاما خاصا، وهو الوحي الذي يذهب به إلى من أراد الله جل وعلا. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سألت الملائكة قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل، قال: يقول الحق
هو العيال كبير، لم يقل لهم تفصيلا. دلاله على ايش؟ نزل به الروح اكمله. شوف الامانه هنا، ما قال ما قال الله، قال قال الحق. امانه عظيمه جدا من جبريل، الروح الامين. قالوا ماذا قال ربنا؟ قال قال الحق، ولم يقل لهم ما قال، انه الله تعالى امره ان يذهب به الى فلان. هذه من الأمانة أيضا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال حق هو العلي الكبير، وهذه فيها صفة العلو لله جل في علاه، وأن الكبرياء لله جل في علاه. فإذا انتهى إلى حتى ينتهي جبريل عليه السلام إلى من أراد الله جل في علاه، هذه كلها تدل على صفات الإرادة والكلام لله جل في علاه وعظيم ربوبية الله وفضل جبريل عليه السلام. يبقى لنا المسائل حتى نختم به الباب، لأن التوحيد ممكن ما نستطيع أن نأخذه مع الدور، فيبقى وقفنا عند هذه الصفة حتى ننتهي من الإبانة، وأيضا غدا سنبدأ إن شاء الله بالدورة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.